بنتكلم دايما يعني في مشكلات وفي احداث اكتر ما بنتكلم في الكرة ومتعتها، يعني بدل ما نتكلم ازاي نطلع لقدام بنتكلم في حاجات واخدانا كتير قوي لورا، وللاسف ما بتنتهيش. يعني مش عارف المشكله فين، المشكله في القواعد اللي بتحكم المنظومه، المشكله في الاشخاص اللي بيديروا المنظومه، مشكله فكر، مشكله رؤيه، مشكله امكانيات، مش عارف المشكله فين الحقيقه. خلينا نتكلم اكتر، يعني هتكلم طبعا في اجتماع اتحاد الكره النهارده لانه يخص موسم جاي شديد الصعوبه، يعني تحاول تدور له على مخرج من هنا او من هنا، ما الدنيا صعبه جدا. نتكلم على اجتماع اتحاد الكوره ونتكلم على صفقات الاهلي اللي ابرمها الحقيقه في الايام الاخيره، ونتمنى ان شاء الله تكون اضافه مهمه جدا. والتاكيد طبعا منتخب مصر مش غايب عننا، بيشرفنا النهارده واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن اشرف ممدوح. مساء الخير كابتن اشرف. مساء الخير احمد، سعيد بوجودي معاك وسعيد بوجودي امام شاشه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العريضه في كل مكان. منور الدنيا حبيبي. انت تحب تبتدي بايه؟ في الحقيقه هرد على سؤالك، يعني احنا فين، ولانه احنا انتهينا من موسم كروي صعب جدا وطويل جدا، واعتقد انه موسم من اطول المواسم اللي حصلت في تاريخ العالم، مش في تاريخ كره قدم في العالم. هو ما حصلش في العالم، ما حصلش قبل كده، يعني غالبا هو ده الموسم الاستثنائي في العالم كله. يعني هو ده انا كنت بقول عليه، لو عايز تاخد نموذج ازاي ما تنظمش، يعني صحيح ازاي ما تنظمش مسابقه، خد النموذج اللي حصل السنه اللي فاتت ده وابعد عنه. ده صحيح. ده صحيح. طيب يعني ردا على كل التساؤلات اللي سالتها، انا شايف ان الرد حاجه واحده بس، احنا بقالنا سنين بنتكلم فيها، واعتقد ان الاعلام الرياضي طالب بشكل كبير جدا جدا بيها، وهي رابطه انديه المحترفين. هي الحل الوحيد لكل اللي احنا فيه. ليه؟ لانه الاتحاد المصري دايما هو الحلقه الاضعف في كل المنظومه، هو دايما اللي عنده مشاكل كتيره جدا في كل حاجه، في التنظيم وفي التسويق وفي كل حاجه، حتى اداره المسابقه نفسها فيها مشاكل كتيره جدا جدا. وبالتالي انا شايف انه رابطه انديه المحترفين الفتره الجايه هي الحل الوحيد والانسب والمثالي لحل كل هذه الازمات وكل المشاكل، لانه الرابطه دي هتبقى مسؤوله عن التنظيم وعن الاداره وعن التسويق وعن المكاسب اللي ممكن تبقى موجوده للانديه، ويعني الحقيقه ويتفرغ الاتحاد للمهمه الاساسيه بتاعته هي المنتخبات، واعتقد ان هي هتبقى مهمه سهله للاتحاد يقدر ينظمها. الكلام ده بيتقال بقاله سنين يا كابتن اشرف، هل شايف جداً ان احنا في خطوات او في بلاش خطوات، في نيه، في اراده انه ده يتحول لحاجه خطا، يعني يتنفذ على ارض الواقع؟ انا شايف الحقيقه ان في سلبيات كثيره جدا موجوده، وفي حد او اشخاص معينه مش عايزه العجله دي تدور، مش عايزه الموضوع يمشي في طريق سليم. انا شايف ان ده الحل الامثل والحل السليم بنسبه 100%. انا مش فاهم فين العطله، فين المشكله، فين الازمه اللي ممكن توقفنا عند الحل لكل المشاكل اللي موجوده. انا شايف ان ده الحل. كل المشاكل اللي موجوده لو بصيت عليها احمد من بدايه الموسم وفي كل موسم لانها متكرره، هتشوف ان الازمه موجوده في دايما في الاتحاد، دايما في القرارات، دايما في اللائحه، دايما في لجنه الحكام، دايما في اللي بيدير هذه المسابقه او هذه المنظومه. والمشاهد اللي احنا شفناها دي اتكررت متكررة كتير قبل جدا كده جدا، وما حصلش ان في يعني حلول. يعني ما عندناش حلول. احنا دايما بنتكلم في نهايه كل موسم واثناء كل موسم على نفس المشاكل المتكرره واللي بتحصل بشكل دائم. علشان كده الحل الوحيد هو رابطه انديه المحترفين. تصورك للموسم الجاي ايه يا كابتن اشرف؟ شايفه موسم صعب جدا الحقيقه، ولانه الارتباطات فيه كتير زي ما تفضلت وقلت، ارتباطات دوليه كتير كتيرة جدا، سواء تصفيات كاس عالم وامم افريقيا، كاس العرب، دوري ابطال افريقيا للاهلي والزمالك، الكونفدراليه للسموحه، يعني الفرق المصريه اللي بتشارك. وبالتالي انت عندك مشاكل كتيره جدا جدا الحقيقه في نفس المشاكل اللي كانت موجوده في هذا الموسم هتتضاعف في الموسم القادم. هيقدر الاتحاد يكمل المسابقه؟ هيبقى عندنا موسم يعدي ال 12 شهر كمان؟ انا مش عارف الحقيقه، انا عندي تساؤلات كثيره جدا. الاتحاد هيمشي الموسم اللي جاي ازاي؟ هل هيبقى في توقفات برضو عند كل مباراه لمنتخب مصر او كل مباراه في تصفيات امم افريقيا او في كاس العالم او في كاس العرب؟ هيبقى في توقفات للاهلي والزمالك والفرق الاخرى في بطولات افريقيا؟ طب الموسم هيكمل ازاي؟ انت اصلا
ابتديت او هتبتدي متاخر جدا جدا. ده انت كمان لو تاهلت كاس عالم بقى عندك مشكله كبيره، اكبر اكبر. اوريدي انت هتبتدي متاخر، انت هتبتدي متاخر عن كل الدوريات في العالم يعني. كل الدوريات ابتدت، احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت تقريبا اسبوعين او فوز 8، احنا لسه هنبتدي في 10 اعتقد يعني. فانت اوريدي متاخر جدا جدا عن بدايه الدوري في كل العالم. الحقيقه مشكله كبيره جدا وازمه كبيره جدا، انا مش عارف الحقيقه ايه اللي هيتم فيها، ولكن انا شايف من وجهه نظري البسيطه، خاصه انه رئيس الاتحاد النهارده في من ضمن الطلبات اللي طلبها، او مش هي مش قرار طبعا لان هي طلبات يعني، انه الانديه تشوف ازاي هينفذوا رابطة الدوري المحترفين او رابطة انديه المحترفين الفتره الجايه. اعتقد ان الفتره قصيره جدا عشان يبتدوا يعملوا ده قبل بدايه الموسم، ولكن اتمنى ان هم ياخدوا الخطوات دي علشان يكون في منظومه محترمه بقى يعني، اللي بيديروها يكونوا مسؤولين عن قراراتهم وعارفين اللوائح تمشي ازاي، عارفين يكون عندهم الشخصيه اللي تقدر تدير هذه المنظومه، خاصه انه مش هتبقى بس اداره وتنظيم، ده هتبقى كمان تسويق، وبالتالي هيكون في استفاده بشكل كبير كمان للانديه المصريه من هذه المسابقه. رايك انت الشخصي ايه؟ شايف ان البطوله تتلعب مجموعات؟ شايف ان البطوله تتلعب دور واحد؟ مجموعتين ولا ثلاثه؟ لا يعني شايف، لا شايف هو يعني مجموعتين دي اعتقد انها فاشله بشكل كبير، دور واحد واتمنى يعني على الاقل انت دايما محطوط عند على المحك. يعني دايما عندك مشكله، دايما بتبتدي موسم او بتنهي موسم بمشكله كبيره جدا. النهارده بتبتدي الموسم بمشكله انت مش عارف هتبتديه ازاي ولا امتى وهتكمله ازاي. يعني هو اللي تم الاعلان عنه ان في رغبه ان الموسم الجديد يبتدي نهايه شهر 9، نهايه شهر 9 يعني بدايه من اكتوبر. مظبوط، تمام. انت لسه لغايه دلوقتي ما حددتش ومش عارف هتكمله ازاي، ومش عارف توقفاتك هتبقى عامله ازاي. يعني قبل ما تتكلم يعني عن الموسم مش كتيره جدا، انت مش عارف هتلعب الكاس ولا مثلا يعني انت حتى بقايا الموسم الماضي انت مش عارف هتخلصها ازاي. فالازمه كبيره جدا الحقيقه، والازمه موجوده في الاداره، ودايما بقول ان الاداره هي او الناحيه الاداريه هي اللي دايما بتنجح اي عمل او اي منظومه. احنا شفنا، انا دايما بضرب مثال بالنادي الاهلي لانه هي افضل منظومه اداريه موجوده في مصر او في افريقيا بشكل عام، لانك في منظومه وفي سيستم بتمشي عليها، وبالتالي النجاح مستمر ودايما بتكون موجود على القمه. اتمنى ان يكون في اداره في الفتره اللي جايه لرابطه الدوري المحترفين او رابطه انديه المحترفين عشان يكون عندنا يعني لائحه محترمه ومسابقه محترمه يلتزم فيها الجميع يعني. والاهم كمان ان يبقى عندها يعني، وان كان ده اعتقد انه صعب يحصل الموسم اللي جاي ده يعني، اعتقد يعني، وحتى لو حصل هيبقى تحدي كبير جدا انك تبتدي مسؤوليه بموسم بالشكل ده يعني، في كل يعني كل البطولات تقريبا انت بتشارك في كل البطولات، صح؟ أولوية صحيح، المنتخبات وعلى مستوى الانديه والانديه اللي بتشارك في افريقيا كمان. يعني الحقيقه مسابقه هتبقى صعبه جدا جدا الموسم اللي جاي. الاهلي يعمل ايه يعني؟ انت النهارده بتتكلم على لعيبه الاهلي، بدايه الاهلي انت عندك 9 لعيبه خدهم كابتن حسام بدري، صحيح. اللعيبه دي هتلعب ماتشين انجولا وبعدها الجابون، وبعد كده ترجع تلعب كاس مصر، وبعد كده تلعب سوبر افريقيا، ده لو كاس طبعا تم استكمال. بعدين تشارك في وبالمناسبه خليني اقول لكم من الحاجات اللي اتطرحت النهارده كابتن اشرف، انه لو الكاس ما اتلعبش يبقى بدايه الموسم الجديد هتبقى السوبر اللي متاجل من السنه اللي فاتت بين الاهلي وطلائع الجيش، صحيح. وبالتالي هتخش بقى في موسم جديد، وبعد كده منتخب مصر تصفيه كاس عالم تاني، بطوله عربيه او كاس عرب، ده امم افريقيا مع كاس عالم انديه مع دوري ابطال. طيب بالنسبه للاهلي، غير ان الموسم مشكله بالنسبه للكره المصريه، بالنسبه للاهلي انت عندك مشكله كبيره جدا. طب خليني ابتدي معاك لو فاكر احنا قلنا ان الاهلي او لاعبي الاهلي للموسم الثاني على التوالي كان في تلاحم في الموسمين، النهارده الموسم الثالث مظبوط. فانت في ضغط بدني وذهني رهيب على لاعبي النادي الاهلي، عشان كده انا دايما في كل مره بطلع معاك او في كل مره بصرح بالكلام ده بشكر لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي انهم تحملوا الارهاق الكبير جدا جدا خلال الموسم اللي فات، وحجم البطولات اللي اتحققت في خلال الثمان او تسع او 10 شهور اللي فاتوا دول. تمام. انا عايز اقول بقى حاجه عشان اوضح للناس بس ان مجلس اداره النادي الاهلي ما بيشتغلش بشكل عشوائي. الصفقات اللي تمت في الفتره الاخيره ما كانتش
يعني يلا نجيب لحظية ده. لا أيوة أيوة يلا أيوة نجيب ده أو لا المجلس إدارة ولجنة الكرة وأمير توفيق والجهاز الفني طبعا على رأسه مستر موسيماني بيشتغلوا على الصفقات دي من فترة طويلة جدا، كلنا نعرف ده، وأعتقد أن تنفيذ الصفقات دي في التوقيت ده تحديدا ده بيعني قد إيه وبيعرف الناس قد إيه أن الناس شغالة من فترات طويلة جدا على الصفقات دي، وأنها عارفة أن الموسم فيه تلاحم وعارفة أن الموسم طويل جدا ومرهق جدا، وبالتالي البدائل اللي كنا بنتكلم عليها أحمد لو فاكر في كل المباريات اللي حصل فيها ضغط كبير جدا سواء في الدوري أو في بطولة أفريقيا كنا بنتكلم ان دايما الاهلي لازم يكون عنده بدايل وبدايل جيده افضل من اللي بيلعب، يعني اللي قاعد بره افضل كمان بدنيا وذهنيا من اللي موجود داخل الملعب عشان تقدر تستمر على القمه وتقدر تحقق كل البطولات اللي حققها النادي الاهلي في الموسم اللي فات. اعتقد ان مجلس الاداره ما كانش حاصل الموسم، ورغم انه ما كانش حاصل حققت ده عشان كده احنا دايما بنقول ان فريق كره القدم في النادي الاهلي ومعاه مستر موسيماني الحقيقه يعني بذلوا مجهود كبير جدا 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 ويستحقوا الاشاده بشكل رائع جدا، لانك حققت ست بطولات من سبعه، ست بطولات خمسه من يعني ست. لسه فاضل السوبر بتاع بيسخ يعني ان شاء الله يكون تفاؤلا يعني انت باللي انا قلته. الاخراني حققت رباعيه واثنين وعندك الخماسيه ان شاء الله سوبر إن شاء الله. ومعاك بطوله افريقيا الجديده تمام وانا بعتبر برونزيه العالم بطوله بصراحه في ظل طبعا تحقيق المركز الثالث في بطوله كاس العالم للانديه يعني انجاز يعني كبير انجاز كبير جدا طبعا وبالتالي انت حققت انجاز كبير جدا جدا ويستحقوا الاشاده بشكل رائع جدا، ولكن كان عندنا دايما امل انه مجلس اداره والجهاز الفني يشتغل على اللاعبين شويه، يشتغل على التدعيم الكبير جدا اللي كان مفترض يتم في الموسم الماضي ولكن اتحقق هذا الموسم. واعتقد ان الصفقات اللي جت النادي الاهلي هذا الموسم انا شايفها من وجهه نظري كنت اتمناها من موسم طويل. انت ايه قصتك مع الاهلي مدينه نصر؟ ده يا وشك حلو بصراحه. انا فاكر الحلقه الاخرانيه برضو كنا بنتكلم على مشروع الجراج في مدينه نصر انا كنت لسه في الاهلي مدينه نصر برضو والله كنت الاسبوع اللي فات يبقى اكيد شفت ملامح الاخيره او اللمسات الاخيره، لانه بكره ان شاء الله كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء خالد عبد العال محافظ القاهره هيفتتحوا ان شاء الله جراج الاهلي فرع انا تابعت بنفسي اخر التفاصيل دي يعني اخر اللمسات دي يعني. صحيح والحقيقه واضح انه بمقاييس يعني عالميه الحقيقه جراج تقريبا بيستوعب 1000 عربيه، فبالتالي في مدينه نصر رقم ده حل مشكله كبيره جدا. انا متخيل طبعا الوضع هناك، انا يعني عارف انه مدينه نصر بتعاني دايما من حاله مشكله كبيره جدا جدا، ويعني انا كل ما بروح بتحصل لي ازمه او مشكله بسبب الباركنج الحقيقه ركنة. فيعني ازمه اتحلت يعني بنشكر مجلس اداره عليها بشكل كبير جدا جدا يعني. والحقيقه يمكن مشروعه برده كان مشكله شويه من ناحيه التصاريح الخاصه بعمليه التجهيز والتحضير والانشاء للجراج، فنتمنى ان شاء الله يعني مبروك لاعضاء مدينه نصر طبعا، وطبعا واحده من الشركات الوطنيه الكبيره اللي قامت بتنفيذ المشروع ده وشركه ابناء سينا، مبروك لاعضاء نادي الاهلي فرع مدينه نصر. وقبل ما نكمل كلامنا في الكوره مع كابتن اشرف ممدوح وقبل ما نتكلم كمان على منتخب مصر اللي عنده مواجهتين في منتهى الاهميه، يعني في ظل الزحمه دي والدوشه دي والاحداث دي عندنا منتخب مصر هتبتدي مشوار تصفيات كاس عالم ومحدش الحقيقه مركز. خلينا نتكلم اكتر على المواجهه الاولى طبعا يوم الاربعاء اللي جاي مع انجولا هنا في القاهره، وهنتكلم اكتر مع كابتن اشرف ممدوح طبعا ضيفنا في السادسه بس بعد فاصل اخير وسريع جدا في السادسه. طيب تدعيمات من الاعاره الثقيل للنادي الاهلي تخليك متفائل ومطمن على موسم صعب جدا وشاق جدا، اعتقد انه الميزه الاكبر هي هيبقى فكره الوفره في كل المراكز، وزي ما اتكلمت مع حضراتكم اعتقد ان الاهلي كده ما فيش مركز ما تبقاش مطمن عليه، ولسه ما زال في يعني في المسيره بقيه زي ما بيقولوا، اعتقد هتسمعوا عن صفقات جديده كمان ان شاء الله من الاعاره الثقيل. كابتن اشرف رايك ايه في الصفقات اللي تم الاعلان عنها؟ احنا عندنا اربع صفقات تم الاعلان عنهم، بيرسيتاو، لوي ميكسوني، حسام حسن، كريم فؤاد، وحسام حسن. بالاضافه لعوده عمار حمدي يعني هو طبعا يعني لم يحسم بشكل نهائي ولكن بس يعني ان شاء الله تتمنى ولا ما اتمنى طبعا طول الموسم بنتكلم عن عمار حمدي وعن احمد عبد القادر والحال لو هتختار واحد منهم بس يرجع مين؟
احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ممكن يكون افيد. الاثنين الحقيقه مميزين جدا جدا، ولكن احمد عبد القادر عنده مميزات يعني ممكن يكون النادي الاهلي محتاجها شويه في الحته دي. اتكلمنا عن ارهاق كبير جدا جدا للاعبين الفترات اللي فاتت، وبالتالي كنت محتاج تدعيمات بشكل كبير في المراكز اللي تم اختيار اللاعبين فيها، وده دي الميزه الكبيره جدا او المساحه الكبيره اللي فردها مجلس اداره كابتن محمود خطيب مع موسيماني، ان يكون في اختيارات للاحتياجات اللي انت عايزها وتنفيذ هذه الاختيارات. يعني يعني الحقيقه توقيت رائع جدا جدا انك تنهي هذه الصفقات بهذه الامكانيات. بيرستاو وميكسوني من افضل اللاعبين الموجودين. نبتدي بميكسوني. ميكسوني يعني انا شايف الحقيقه انه بيلعب ناحيه الجناح الطرفين، يقدر يلعب شمال يمين ويمين. نفس الكلام بيرستاو، ودي ميزه مهمه جدا جدا، بيمتاز بالسرعه، سرعه رهيبه جدا، عنده مقاومات بدنيه رائعه جدا، خد بطولات في بطوله افريقيا اللي فاتت 12 مباراه 3 اهداف وصنع 3 اخرين، وبالتالي عنده خبرات كبيره جدا. احنا شفنا قد ايه ديانج فرق في الدوري المصري بالامكانيات البدنيه اللي موجوده والتكتيكيه اللي كانت موجوده، فرق قد ايه عن كل اللي بيلعب في مكانه، وبالتالي مكسوني هنلاقيه بشكل مختلف تماما مع النادي الاهلي. كريم فؤاد. كريم فؤاد لو لاحظت كمان معدل الاعمار، ودي كمان يعني انا شايف كابتن محمود خطيب بيشتغل عليه على ودي ميزه ان يكون رئيس مجلس اداره هو واحد من اهم اللاعبين في تاريخ افريقيا كلها، انه بيفكر كمان لمستقبلا، انا موجود او مش موجود، انا ببني فريق للنادي الاهلي لمده 10 سنين جايين. كريم فؤاد، حسام حسن، حتى بيرستاو، ميكسوني لسه بنتكلم في 26 27 سنه، عمار حمدي، احمد عبد القادر، كل هذه الاسماء اللي بنتكلم عنها انها جايه. ملف الاعارات عندك شغال فيه كتير بصراحه جداً. يعني نموذج صحيح. نموذج صحيح. وبالتالي انت بتعمل فرقه لمده 10 سنين قدام عشان تقدر يكون عندنا النموذج الامثل لفريق النادي الاهلي في المواسم اللي بنتكلم عنها لتحقيق اكبر انجازات في تاريخ النادي الاهلي. وقت ما كان مانويل جوزيه موجود وكانت هذه الكوكبه من النجوم موجودين، ناس كثيره بتتكلم انه النادي الاهلي يكون عنده مشكله في عدد اللاعبين الجاهزين وهيبقى في مشاكل. لا اعتقد النادي الاهلي والسيستم والنظام لسه موجود. دايما قبل الماتشات المهمه كنا دايما بسمع رايك في التشكيل الامثل. انا هسالك سؤال اهم دلوقتي، اجمد 11 يبتدي بيهم الاهلي الموسم الجديد، بس خليني اسمع رايك. حسام حسن وحسام من المهاجمين، وانت كنت مهاجم طبعا، يعني حسام عنده مميزات مهمه جدا. انا دايما بدور على في المهاجم على 3 حاجات. اولا انه يكون محطه مهمه جدا، ودي لانه لعيب النادي الاهلي اللي بينطلقوا من تحت سواء بقى قفشه او هيكون ميكسوني او هيكون بيرستاو او حسين او ايا كان الاسماء أو طاهر، الاسماء اللي موجوده والوفره الحمد لله الموجوده في اللاعبين كلهم بيحتاجوا مهاجم يسند عليه او ينطلق زي ما كان بيعمل محمد شريف. خلي بالك الموسم اللي فات كان عندنا ازمات كثيره جدا انهاها محمد شريف بسبب انه كان عندنا اجهاد بدني كبير جدا، كان احيانا حسين الشحات واحيانا اتشي او كهربا او طاهر محمد طارق كان عندهم اجهاد كبير جدا، فما كانش فيه التحركات اللي ممكن ينهي بيها المباراه. كان وعدم وجود محمد شريف في بعض المباريات كان عامل لنا ازمه كبيره جدا في انهاء الهجمات. وبالتالي لما يكون عندك هذه السرعات موجوده من تحت، لما يكون عندي مهاجم محطه هنا رقم 10 ده موجود ناس بتسند عليه، بيفرق كتير جدا. دي اول ميزه في حسام حسن. الميزه الثانيه الانطلاق زي محمد شريف تقريبا، بيتميز محمد شريف بنفس المميزات انه على المرمى من اقرب طريق، بيفنش بشكل رائع جدا. طب انا عايزك توجه كلمه، ما في انا يعني في تقديري انا انه اكتر مركز بصرف النظر عن اسم اللاعب اللي بيتحط في البوزيشن ده، لكن اكتر مركز بيتعرض لضغط جماهيري والجماهير ما بتصبرش والجماهير ما بتديش فرصه او اتنين، هو مركز المهاجم. صحيح. يعني الجماهير ممكن تصبر على اي لاعب او تستحمل غلطه اي لاعب الا المهاجم ما فيش رحمه. صحيح. فبالتالي حسام المهاجم وحارس المرمى تحديدا دول المركزين، بس المهاجم يمكن اكتر كمان شويه. فبالتالي اي مهاجم بيجي في النادي الاهلي بيتعرض لضغط جماهيري كبير عنيف. هو اكتر بوزيشن او اكتر مركز في الملعب اللاعب بيتعرض فيه لضغط جماهيري. نصيحتك ايه لحسام حسن؟ انا عايزه يركز بشكل كبير ويقفل ودانه. انا دايما بقول اي لاعب بينضم جديد للنادي الاهلي، اقفل عينيك شويه وودانك شويه، بطل تسمع وبطل تشوف اراء الناس، ركز في الملعب في تدريباتك في مبارياتك، هو ده اللي هيخليك كويس. اعتقد ان حسام عنده الميزه دي، هيتعرض لحاجتين مهمين جدا،
منافسه كبيره جدا مع مهاجم شرس زي محمد شريف الموسم ده، هيتعرض لضغط كبير جدا في ان النادي الاهلي بيسعى لكل بطوله على حدة. يعني ممكن اكون واخد بطوله النهارده بكره بفكر في البطوله اللي جايه، ودي دي دي ده النادي الاهلي وده السيستم الموجود داخل النادي الاهلي، هل هيتحمل ده؟ ان شاء الله يكون يعني يتحمله باذن الله. سبيرسي تاو اخر الصفقات اللي تم الاعلان عنها، في صفقات لم يتم الاعلان عنها. سبيرسي تاو خلينا نتكلم عليه بس بعد ما اعرض على حضراتكم وعلى كابتن اشرف كده فيديو لطيف عشان الناس اللي بتتكلم كتير على بيرسي تاو، احنا منتظرين منه بالتاكيد الكتير، لكن هو كان هو محسوب على برايتون الانجليزي، كان عنده بعض المشاكل خاصه بتصريح العمل، لعب او تم اعارته لبعض الانديه في الدوري البلجيكي، اهمها هو اهم محطه واللي تالق فيها بشكل كبير كان اندرلخت، واندرلخت واحد من اقوى الفرق البلجيكيه صحيح. وملعوب طبعا في بيلعب كتير في دوري ابطال اوروبا او في اليوروبا ليج، يمكن واحد من اهم الانديه، لعب في كلوب بروك برضو في بلجيكا، ف بلجيكا، بس الاهم هو تجربته مع اندرلخت، وخصوصا انه كان حاضر معاه في نفس السكواد كان فينسنت كومباني المدافع البلجيكي، طبعا شهير كان بيلعب مع المان سيتي بعد كده راح لعب في اندرلخت وكان في نفس الوقت مدير فني. تعالوا نشوف كده مع كابتن اشرف حوار حصل بين بيرسي تاو وبين فينسنت كومباني نجم طبعا المنتخب البلجيكي ونجم مانشستر سيتي السابق، واستقباله لبيرسي تاو في اندرلخت. How you doing? I'm doing great, thanks. How are you? Alright, separate. Finally. Welcome. So happy Thank to you. See you here. I'm so happy too. I just want to say I hope this is going to be an amazing journey for you. And you said you come here for the next step, so we're going to push you and to become the best player you can be. Okay? Thank you so much. And I know Thank that you. They're looking back to you in the Premier League, so yeah. It's our role to bring you there, yeah? Thank you so much. How you feel as your first experience here? Yeah, it was okay. I don't complain much. I don't know, I haven't seen the whole office, the whole grounds, yeah. But anyway, they introduced me to everyone and I'm excited to be here. Just bring us positive energy. How are you? Push our young players and everybody at the club to be better. Well, good. Well. Percy, so happy to have you. ده جزء من لحظات استقبال النجم الكبير طبعا فينسنت كومباني بيرسي تاو في صفوف اندرلخت. اتكلم معاه على انه هو لاعب كبير واتكلم معاه على انه مرحب بيه جدا وقال له انا عارف انك انت بتدور انك انت تاخد خطوه في مشوارك واحنا جاهزين عشان ندفعك او نزقك لقدام في اندرلخت. اتكلم معاه على ان هم مستنيينه مره ثانيه في برايتون وبالتالي محتاج يشتغل على نفسه، وكلام الحقيقه كان استقبال من نجم كبير طبعا زي فينسنت كومباني، وبالتاكيد لما يتكلم على بيرسي تاو نجم بحجم فينسنت كومباني فانت بالتاكيد تتكلم على نجم من العيار الثقيل. رايك في بيرسي تاو وفي انضمامه للنادي الاهلي؟ انا شفت الحقيقه وكلام، بس معلش هحط بين قوسين ردا، يعني بحب ارد برضو على اصوات كده ممكن تكون بتتكلم على فكره انه اذا كان بيلعب في انجلترا ليج يلعب في مصر، واذا كان بيلعب في برايتون ليه يلعب في الاهلي. طيب بيرسي تاو انا يعني انا تابعت الحقيقه، انا عارف معلومه من فتره طويله شويه وبالتالي تابعت فيديوهات كتيره جدا لبيرسي تاو، مميزات كبيره جدا، يعني مهاره رائعه جدا جدا من الخلف، انطلاقات مميزه جدا جدا، انهاء الهجمات سواء بكروس او على المرمى، يعني في حاجات انا بشوف فيها لاعبين كبار جدا، ميسي مثلا بشوف في انهاء الهجمات منه في مهاره كبيره جدا جدا، سرعات ومهاره مميزه، وبالتالي انا شايف الحقيقه ان الكلام على انه ينتقل للنادي الاهلي بطل افريقيا وبرونزيه كاس عالم في الانديه للانديه، شايف ان الاصوات اللي بتتكلم في انه ليه يسيب الدوري الانجليزي ويجي النادي الاهلي، لا النادي الاهلي يستحق دايما الافضل، وبيرسي تاو واحد من النجوم اللي هنشوفهم ان شاء الله في الموسم القادم على افضل وجه ان شاء الله. نقول بس الحكم بعد التجربه وبعدين يبقى لينا كلام تاني. انت دايما بيكون عندك مؤشرات بتدي لك دلائل في النهايه صحيح. فاعتقد المؤشرات مميزه جدا والله جدا والله. يطبق صفقه بيرسي تاو ارخص بكتير جدا من صفقات ثانيه حصلت صحيح. في الدوري المصري وما حققتش اي انجاز وما شفنالهاش اي مصر. الارقام اللي يعني انتهت بيها الصفقه اعتقد الحمد لله مميزه جدا جدا، وده بنشكر فيه امير توفيق كمان. طيب نروح لمنتخب مصر. اتفضل. وبدايه مشوار، يعني انت عارف دايما كان مشوار كاس العالم ده بالنسبه للمصريين في الكوره يعني حاجه مهمه جدا. ظروف صعبه مر بيها المنتخب الوطني وظروف اصعب هتواجهه في المشوار، خصوصا طبعا يعني النسبه الاغلب او النسبه الاكبر انه
صلاح والنني مش موجودين مع المنتخب. بتشوف ازاي الاجواء بتاعه انطلاقه المعسكر النهارده تاني ايام المعسكر؟ بتشوف ازاي التشكيله اللي اختارها او الاسماء اللي اختارها حسام البدري عشان يبدا بيها مشوار التصفيات؟ احنا قلنا انه تحدي كبير لكابتن حسام، لانه الحقيقه في يعني المفترض ان هذا الموسم افرز مجموعه مميزه من اللاعبين، يعني شفنا بعض اللاعبين ظهروا بشكل مميز جدا اثناء بطوله الدوري، ولكن في اجهاد كبير جدا جدا للاعبين سواء بدني بقى او ذهني، او وبالتالي يعني حاله الاستشفاء اعتقد انت هتلعب يعني خلال اول حاجه قالها كابتن حسام في المعسكر ايه؟ ممنوع الكلام في الدوري. أيوه. ممنوع الكلام في الانديه، ممنوع الكلام وده صحيح، ده لازم يحصل طبعا، ده طبيعي يعني بيفصل اللاعبين عن البطولات او بطوله الدوري بقى والبطولات المحليه. التركيز مهم جدا جدا الفتره اللي جايه، هنلعب انجولا والجابون، ماتشين مهمين جدا في 5 ايام تقريبا، 1 و5 9، وبالتالي الفتره قليله جدا، وفتره الاستشفاء اللي حصل عليها اللاعبين اعتقد يوم تقريبا. مفيش اعتقد يعني يعني سمعت بركات النهارده بيتكلم انه كابتن بركات النهارده انه يوم واحد فقط هو اللاعبين حصلوا عليه اجازه، وبالتالي مفيش يعني تلاحم كمان في تقلق من انجولا والجابون وليبيا؟ اقلق جدا، انا بقلق جدا جدا من الفرق اللي ما يكونش ليها اسم كبير. يعني انجولا في الفترات الاخيره سمعت بشكل جيد، كانت بتعمل منتخب او بتنشئ منتخب جديد، اعمار صغيره سرعات كبيره. لا بقلق جدا جدا الحقيقه من الفرق الصغيره اللي ما بتخافش دايما افريقيا. خلي بالك احنا دايما بنلعب مع الفرق الكبيره، لو لاحظت في كل البطولات سواء المجمعه او حتى المباريات العاديه مع الفرق الكبيره بنأدي، مصر بتأدي بشكل مميز جدا. الفرق الصغيره دايما هي اللي بنقلق منها، لانه ما بيبقوش بالبلدي كده باكين على حاجه، بيلعبوا بطريقه مش عايز اقول عشوائيه، ولكن كل واحد بيحاول يبذل اقصى مجهود عنده، وده بيفرق كتير جدا. طيب. مع منتخبات ده ياخدنا لثلاث تحديات، مش هقول عقبات. انا شايف ان مشوار مصر في كاس العالم ما فيهوش عقبات بصراحه، بس في ثلاث يعني تحديات في اللي جاي. اول حاجه غياب عناصر مؤثره زي النني ومحمد صلاح. ثاني حاجه تريزيجيه كمان، يعني تريزيجيه من اللاعبين المهمين طبعا، بس تريزيجيه شيء ام ابينا يعني ده شيء خارج عن اراده الجميع. فغياب المحترفين واحط معاهم تريزيجيه، ثلاثه اللي كانوا بالمناسبه اساسيين مع منتخب مصر مع كابتن حسام. العنصر الثاني او التحدي الثاني هو حاله الاجهاد والارهاق الشديده. صحيح. جدا. العنصر الثالث وده يعني في تقديري غياب نوعا ما الانسجام بين عناصر المنتخب، دخول ناس كانت بعيده او انه المنتخب ما اتجمعش بقاله فتره كبيره، ففكر كابتن حسام مش يعني مش واصل بنسبه كبيره. الثلاث تحديات دول يتعامل معاهم ازاي كابتن حسام؟ انا شايف الحقيقه ان الدوافع هي اللي هتفرق، يعني انه اللاعب المصري احيانا لما بيبقى في موضع لابد ان يكون اداء مميز ونتائج مميز، سيبك من الاداء يعني احنا نتكلم على نتائج، انت محتاج في تصفيات كاس العالم ان يكون عندك نتائج مميزه جدا عشان تقدر تصعد للاهم وهي بطوله كاس العالم. اعتقد ان الدوافع مهمه جدا جدا الفتره الجايه. شايف انه ان في مجموعه او الدوري المصري افرز مجموعه جيده جدا من اللاعبين، وخلي بالك الفترات اللي فاتت كلها كنا بنعتمد بشكل كبير على 70% تقريبا من الدوري المصري، يعني باستثناء صلاح وتريزيجيه والنني اعتقد هم الثلاثه، حتى كوكا الفترات الاخيره ما بقاش بيلعب. الثلاث لاعبين تقريبا هم بس اللي كانوا بيشاركوا بشكل اساسي، وبالتالي انت قوامك الرئيسي 70% من الدوري المصري. كل اللاعبين الحمد لله في الدوري المصري او المحليين جاهزين بشكل كبير، صحيح في اجهاد، ولكن اعتقد الدوافع هتفرق كتير جدا جدا معاهم في ان شاء الله اننا نأدي ونفوز بالمباراتين دول. مين يعوض الثلاثة الأساسيين المحترفين من وجهة نظرك اللي كانوا أساسيين مع كابتن حسام وغير كابتن حسام؟ يعني أنت دايما اعتمدت في الأطراف في معظم ماتشات مصر، تريزيجيه في ناحية الشمال، صلاح في ناحية اليمين، والنني في وسط الملعب، الثلاثة هيغيبوا. مين شايف الأنسب من وجهة نظرك يكونوا في نفس البوزيشنز أو نفس يعني أعتقد إنه اعتقد ان انني يعني ممكن هيكون طارق حامد عمرو السوليه. اعتقد الاثنين هم عمرو السوليه كمان كان بيشارك بشكل كبير في الفترات الاخيره على حساب طارق او على حساب انني، وبالتالي هو ماشي بشكل رائع جدا الفترات اللي فاتت، فما عندناش مشكله في وسط الملعب النني. تريزيجيه وصلاح، صحيح صلاح يعني مش شايف انه ليه بديل، لانه مش بس صلاح في سرعاته وانهاء الهجمات او صلاح كقيمه داخل الملعب بيشغلك
لاعبين او ثلاثه من المنافس، وبالتالي بيكون عندك مساحات في فريق المنافس، ودي قيمه كبيره جدا جدا لصلاح عصمي. حتى في على مستوى الدوري الانجليزي وعلى مستوى ليفربول، صلاح كقيمه اصبح داخل الملعب في احساس بدايما خطورته، وبالتالي في 2 3 واقفين مصدر توتر دايما للخصم او للمنافس. فصلاح الحقيقه البديل هيكون، يعني اتمنى انه يكون يعني على قدر المسؤوليه. يعني ممكن في اسماء الحقيقه، يعني شايف في اسماء تالقت بشكل كبير مع في الدوري الفتره اللي فاتت. التشكيل، طب ما تيجي نحط التشكيل بتاع الماتش بتاع الجوله. يعني الشناوي حارس مرمى، بنتكلم في حجازي بالتاكيد موجود، هيكون معاه اعتقد بشكل كبير هيعتمد كابتن حسام البدري على الونش او ايمن اشرف. ناحيه الرايت هيكون موجود، يعني ناحيه ليفت هيكون اعتقد عبد الشافي موجود او بالفتوح، اعتقد هو بيعتمد على واحد من الاثنين. ناحيه اليمين مش عارف، ممكن يعتمد على اكرم توفيق، او يعني اكرم توفيق ماشي بشكل مميز جدا وعنده سرعات كبيره جدا الفترات الاخيره، وفي عمر جابر كمان. في وسط الملعب هيكون السوليه وطارق حامد. في الامام بالتاكيد ان شاء الله هيكون موجود محمد شريف او مصطفى محمد ايا كان، يعني اعتقد ان الاثنين متساويين بشكل كبير الفترات الاخيره، وان كان محمد شريف بيتميز انه بيشارك الفترات الاخيره وبيحرز اهداف كتير، مصطفى قعد كتير قعد فتره طويله ما بيشاركش، وبالتالي في فرصه كبيره جدا لاشراك محمد شريف. قفشه بالتاكيد هيكون متواجد، هيبتدي. الطرفين طرفين يعني في اسماء كتير يعني ممكن، ولكن انا اعتقد ان كابتن حسام بدري يعني ممكن يرجح وجود المهاره شويه مع السرعه، ممكن يكون عبد الله سعيد، ممكن يكون رمضان في ناحيه اليمين، الاثنين واحد من الاثنين يعني. الناحيه عبد الله وقفشه يلعبوا مع بعض، وارد جدا. كابتن حسام عايز ينهي المباراه بشكل كبير، وممكن واعتقد انه الفتره الاخيره ممكن عبد الله شويه حس بالاجهاد، شفته في مباريات كتير كان عنده اجهاد، يعني لو جاهز بشكل او باخر ممكن يشارك مع قفشه، او قفشه في الناحيه دي في الحته دي لوحده. يمين وشمال او ناحيه اليمين وناحيه الشمال، هي اسماء برضو، في اسماء كتيره بذلت مجهود كبير الفتره اللي فاتت. يعني ممكن الطاهر، محمد طاهر موجود بشكل كبير. الشحات منور قوي، الشحات الفتره الاخيره متالق مع النادي الاهلي جدا جدا الحقيقه، مش عايزين منه غير انه يحافظ بس على الفورمه والمستوى. اتمنى انه يكمل بهذا الشكل، يعني هو عنده الحقيقه امكانيات. خلي بالك احنا في فتره من الفترات هنا مش انتقدنا بشكل سلبي، ولكن قلنا ان حسين لازم ياخد باله ولازم يبتدي يركز داخل الملعب بشكل كبير، واعتقد من وقت ما اتكلمنا حسين شحات انطلق بصوره مميزه جدا جدا، وان شاء الله يكون له دور مع كابتن حسام الفتره اللي جايه ان شاء الله. ايه الفريق اللي هينافس منتخب مصر في التصفيات بتاعه المجموعات؟ التصفيات شايف احنا في المجموعه دي معانا انجولا والجابون وليبيا. الاول فقط هو اللي بيصعد، شايف ده الاول لسه مش هيصعد. ده الاول هيروح لقرعه عشان يواجه واحد من العشرة الكبار على مستوى. طيب يعني عندك 10 مجموعات. أيوة. المتصدر هو اللي هيوصل للمرحله الثانيه اللي هي خروج المغلوب، 5 في 5 و5 يطلعوا. في منتخبات كتيره لسه كبيرة، 5 في 5 دي خمسة كتيره جدا. لازم هتقابل حد طبعا، لازم هتقابل حد طبعا. يعني في 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 اسماء كتيره جدا، يعني بتتكلم على اسماء كبيره جدا. انت بتتكلم احنا التصنيف الثاني، بالتالي التصنيف الاول فيه اسماء كبيره جدا، الكاميرون وغانا ونيجيريا والسنغال. الحقيقه منتخبات اصبحت دي هتبقى قرعه ما لهاش علاقه بالتصنيف. يعني هم هياخدوا ال10 الاوائل، يعني انا بتكلم على انك التصنيف الاول ده فيه اسماء كبيره طبعًا. جدا ممكن تواجهها في التصنيف الثاني معاك. التصنيف الثاني صحيح، اسماء محترمه صحيح. جدا برضه صحيح. لكن في المجموعه مين دايما في كاس العالم دي بالذات المجموعه لازم تلاقي فرقه طالعه كده. انا شايف اختارهم انجولا. انجولا يعني عندهم منتخب بيبنوا من فتره طويله وعندهم سرعات كبيره جدا، والبدايه مهمه جدا خاصه انك هتبتدي مع انجولا في القاهره، وبالتالي يعني ان شاء الله الفوز فيها لابد منه ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا. نختم معاك بالسؤال الصعب بقى، حط لي تشكيلة الأهلي المثالية من وجهة نظرك نبتدي بيها الموسم الجاي. يعني أتمنى إن شاء الله إنه يكون يعني الشناوي موجود إن شاء الله الموسم القادم، أتمنى ده.
بنتكلم في خط بدر بنون وايمن اشرف او ياسر ابراهيم. الاثنين حقيقه قدموا موسم مميز جدا. علي معلول نتكلم في كريم فؤاد. في وسط الملعب نتكلم يعني الثلاثه الحقيقه بالنسبه لي مميزين جدا. طبعا. يعني اي اثنين منهم ديانج او حمدي او فتحي او السوليه الحقيقه الثلاثه مميزين جدا جدا. يجي الصعب بقى. يعني شوف انا شايف ان بيرستا وميكسوني هيكونوا فارقين في المستوى شويه. انا شايف من وجهه نظري الفنيه انه الاثنين مهاريا وبدنيا وذهنيا حاجه جاهزين بشكل كبير جدا وسرعاتهم هتفرق كتير جدا عن والميزه الكبيره جدا ان في تفاهم كبير جدا مع مستر موسيماني ودي بتفرق كتير جدا مع اللاعب لما يكون في المدرب مقتنع بالامكانيات بتدي لك ثقه اكبر وبتدي لك يعني اداء افضل. فبيرستا وميكسوني وبالتاكيد يعني هيكون البدايه مع محمد شريف بالتاكيد. خليني قبل ما انهي معاك بس انا عندي سؤال سريع جدا. في مركز تاني او يعني لاعب تاني تتمنى انه ينضم للنادي الاهلي؟ شوف يعني في كلام كتير عن الشناوي. لو الشناوي يعني رحل لابد يكون في حارس مرمى. اكيد طبعا ده ما شيء. انا شايف ان كل اللاعبين الفترات في كل اللاعبين اللي اتكلمنا عنهم او اللي كنت اتمنى انهم ينضموا للنادي الاهلي انا شايف حال الست سبع صفقات احنا بنتكلم في اربعه دلوقتي. ايوه بنتكلم في ان شاء الله في صفقتين كمان ولا حاجه. من وجهه نظري شايف ان هم لو انضموا النادي الاهلي مع عمار ومع احمد عبد القادر هيكون النادي الاهلي اكتمل صفوفه بشكل كبير جدا. نورت الدنيا يا كابتن اشرف. قبل ما انهي العقوبات كانت مهمه جدا جدا. أيوة. التوقيت يعني خلال يوم او اتنين مع اني كنت اتمنى انه يكون مساء يعني بعد بعد المشكله اللي حصلت. العقوبات مش هتبقى صارمه ورادعه الا لما تكون في لائحه بتطبق على الكل. انا شايف ان العقوبه اللي حصلت على لاعب الزمالك شيكابالا والعقوبات اللي تمت على مش نادي الزمالك فقط ولكن على كل اللي حصل الفتره اللي فاتت اعتقد انها عقوبات صارمه وهتردع كل من يحاول بعد كده انه يخرج عن النص. بشكرك كابتن اشرف. بشكر حضراتكم على المتابعه. نتقابل بكره في نفس الميعاد لقاء جديد والسادسه تحياتي لحضراتكم.